سمير صبري، حضرتك صديقة لصباح، يعني دايما كانت تذكرك لما تروح على مصر تلتقي فيك، تحب تقعد انت وهي. شو بتتذكر من هدول الجلسات مع صباح؟ لا صباح عشرة عمر طويلة، وكل ما كنت باجي لبنان، وانا باجي بيروت كتيرة جدا لاني بعتبر برضو لبنان وطني التاني، يعني زي ما هي كانت بتعتبر مصر وطنها التاني. يعني دائما كنت اشوفها، حتى لحد من 4 أشهر اخر مره شفتها في الحزميه في الوحده اللي كانت عايشاها. انما زي ما اخويا وليد قال، هي اكيد النهارده سعيده جدا، لانها كانت دائما تقول لي عايزه يا سمير اموت على المسرح وانا بغني واضواء مسلطه عليا، وانا شايف البوسمان جوه الكنيسه اضواء مسلطه عليه والجمهور في فرح شديد جدا، وهذا الحشد الكبير. أكيد صباح سعيدة إنها ماتت كما تريد في وسط ناس بيحبوها. صباح عشق للموسيقى والفن، صباح حالة نادرة مش في العالم العربي بس في العالم كله. على كل حال بحب أقوله إنه صباح أشاعة ثقافة السعادة والفرح، ثقافة الحياة في وقت تتغلب عليه ثقافة الموت وعدم الاكتراث بالحياة. بتأمل إنه صباح اللي هي ظاهرة فريدة من نوعها وقد لا تتكرر، إنما آمل إنه الأيام المقبلة تعطينا من أمثال صباح لكي تحيا ثقافة الحياة وإشعاع لبنان في العالم بفنه وثقافته مش بالجو الموجود فيه حاليا. احنا بنقدر وجودك معنا استاذ وليد توفيق، كمان بنقدر وجودك معنا. رح اترككم مع الصبوحة. انا بدي اقول كلمة واحدة بس عليها. اللي عوض عن الدولة اليوم الاعلام اللبناني والعربي. بدي وجه تحية لكل الاعلام، لكل المحطات اللي الحقيقة خلتني حس اذا مت انا بتكرم اعلاميا، بتكرم بكل معنى الكلمه. يعطيكم العافيه. شكرا. شو بدي اقول لك؟ الله يرحمها ويخليك بصحتك يا رب استاذ سمير صبري، وتعيش ونتعلم منها البساطه والطيبه والكرم والتسامح. شكرا شكرا.